امام عاشور بالنسبه لنا طبعا او بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره جدا، وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا. وكابتن بمعنى الكلمه، ومن الشخصيات المحترمه جدا، وفعلا يقال عليه ان هو ابن النادي، فعلا مثال للعزيمه والاصرار والتحدي والصبر وعدم المشاكل. حسام طول عمري في حياتي ما شفت ان هو يكون عنده مشكله او حاجه. حسام واخد بطولات كتيره جدا، حسام تاريخه بيشهد بده، واخلاصه للنادي. راجل عمره ما عمل مشاكل، راجل كان من هو صغير. يمكن انا فاكر كان في فتره اول حسام عاشور ما اتمرن معانا كان عنده تقريبا 15 16 سنه، كان صغير، وكانت الامور صعبه جدا. ان في كان دايما الناس بتتكلم على ليه النادي الاهلي ما بيطلعش ناشئين، النادي الاهلي بيشتري. جه فتره بركات وابو تريكه وحسام غالي سافر ورجع، فكانت الامور بالنسبه له صعبه جدا انه يلعب وهو صغير. اعتقد دي كانت تحسب له لان هو كان من هو صغير مسمع ان هو يطلع الفريق الاول. اول ماتش ليه لعبه اعتقد كان المنصوره مع كابتن فتحي مبروك تقريبا، وبعد كده مستر مانو الجزيره تقريبا اداله فرص، من ساعتها مسك فيها لعب مع كل الاجيال. فاعتقد حسام تاريخ كبير جدا، وانا يعني شهادتي مجروحه لحسام ان انا اتكلم على حسام. اسم كبير فعلا ونجم كبير، وعايز اقول ان حسام من الشخصيات او في تاريخ النادي الاهلي اللي لازم الولد الصغير يطلع يبقى حسام قدوه بالنسبه له، لان هو حسام بطولات، اخلاص، حب للنادي، استحمل حاجات كتيره جدا، الضغط كتير جدا، فجاه لقى نفسه هو المسؤول على الفريق، لان طبعا كان في وجودنا وكان ابو تريكه والجمعه والحط ناس كتير جدا وبركات وسيد معوض وجلبرت. يعني هو كان صغير ما كانش حاسس بالمشاكل دي بالمسؤوليه دي، ولكن هو كان مسؤول جوه الملعب، يعني تحطه في التيم مسؤول، لكن دلوقتي بقى مسؤول عن كل حاجه، راجل كباتن الفرقه، فعليه ضغط كبير، عليه لود كبير. فعايز اقول للولاد ان لازم يبصوا لواحد زي حسام عاشور، لازم يبقى مثلك الاعلى زي ما ليك نجوم كبار. لا، حسام عاشور من ضمن الناس دي، يتصنف لان هو يبقى مثل اعلى لاي ولد. بطولات واخلاص وتحدي وعدم مشاكل، لعب مع كل المديرين الفنيين سواء محليين او عالميين. فاعتقد حسام بالنسبه لي يعني قيمه كبيره. عاشور يعني لو قعدنا نتكلم من هنا لبكره الناس كلها عارفه اللي هو يعني اخويا مش صاحبي، خمس سنين في اوضه واحده وعشره، غير بقى اللي احنا مكان واحد نلعب جنب بعض. الناس كلها طبعا عارفه بقى الهزار والضحك والعلاقه اللي بينا. بتمنى له كل التوفيق. كابتن النادي الاهلي، تاريخ كبير، تاريخ عريق، بطولات، اسم كبير، لا غنى عنه طبعا في النادي الاهلي. بتمنى له كل التوفيق، وهيفضل رمز طبعا من 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 الكباتن اللي هي فعلا شالت كؤوس كتير وبطولات كتيره، وهو عارف معزته عندي ايه، فبتمنى له كل التوفيق. لا، عاشور ده يعني عشرة عمري، صاحب عمري، يعني زي ما تقول عاشور من واحنا عيال صغيره، عندنا 9 سنين 10 سنين مع بعض، سكن سكن جنبي، كنا بنيجي النادي الاهلي مع بعض، كنا بنروح مع بعض. عاشور طول ما هو بيلعب جنبك في الملعب، انا لعبت جنبه كتير، عاشور طول ما هو جنبك في الملعب انت مرتاح، يعني مرتاح فعلا. يعني انت مثلا لو في جزء من الماتش كده تعبان مش قادر، عاشور يشيلك. عاشور انا ارجع انت مكان الكوره دي مثلا، يشيلك ويجري ويقطع ويسلم. لا يعني عاشور في الملعب لا غنى، انا شايف من وجهه نظري انا لا غنى عنه. عاشور خارج الملعب من ارجل الناس اللي انت ممكن تتعامل معاها في حياتك. راجل جدا، جدع جدا، بيحب اصحابه جدا، خدوم جدا. لا يعني عاشور بقول لك يعني مش عارف اتكلم عليه اكتر من كده، ان ده هو ده عشره عمري، ده يعني بقول لك اخويا. فلا يعني لو كلمت عليه من هنا لبكره مش هخلص. بقول له يعني انت الناس كلها عارفه ان انت علامه من علامات النادي الاهلي طبعا، لعيب كبير ولعيب مهم جدا ما شاء الله على مدار تقريبا اكتر من 15 سنه تقريبا، يعني احنا مع بعض وهو موجود في النادي، كم البطولات وكم المشاركات كبير جدا. بقول له بالتوفيق كده في اللي جاي ان شاء الله، ولسه بدري لان احنا محتاجينك. انا من واحد من الناس ما يعني ببقى مطمن جدا طول ما عاشور موجود في الملعب، لانه بيدي ثقه للعيبه وامان لنص الملعب ولخط الظهر. انت كنت بتتكلم على واحد بقول لك بقاله اكتر من يعني في الفريق الاول بس تقريبا حوالي اكتر من 15 سنه، يعني فاكيد شرب من النادي وعارف يعني ايه النادي وعارف يعني ايه اسم النادي الاهلي ويعني ايه فريق النادي الاهلي. فطبعا ده حسام عاشور، الماتشات بتشوفه الفتره الاخيره مش متواجد،
بتشوفه على الخط بيبقى عامل ازاي اكتر من اللي بيلعب. لا كلنا انبسطنا جدا تقريبا 2006، يعني انت عارف 2006 ماتش الصفاقس ده كانت بطوله خاصه بالنسبه لنا، وظروفها وتوقيت الهدف كمان والاجواء اللي كانت موجوده، فدي كانت من افضل او من اكتر البطولات اللي فرحنا بيها بجد. برونزيه كاس العالم للانديه طبعا دي من اكتر الحاجات اللي ساعدنا بيها. مش عايزين نخرج عن الموضوع، يعني بنتكلم عن عاشور، بقول له بالتوفيق دايما، لان انت بجد علامه من علامات النادي الاهلي وتاريخ كبير جدا. يمكن عاشور محقق بطولات تقريبا اكتر من انديه كتير جدا موجوده في الدوري. بتمنى له التوفيق وبقول له مستنيينك لان لسه بدري، لان انت وجودك مهم جدا في النادي الاهلي. لا طبعا كابتن امير عبد الحميد وكابتن معتز اينو كابتن عبد الله فاروق طبعا كلهم كباتهم كبار، كابتن احمد صديق كلهم كباتهم كبار وكلهم انا بحترمهم جدا، ولاعيبه اثروا في النادي الاهلي ولاعيبه كانوا معايا في الحلو وكانوا معايا في الوحش وعلى طول كنا مع بعض. طبعا انا يعني بتمنى لهم التوفيق في البوزيشن اللي هو في اي واحد يختاره، ودولت يعني حبايبي بصراحه كلهم. يعني كابتن حسام بره